صباحكم الخير. يوم الأربعاء 13 ديسمبر، اليوم القمر مرافقنا من برج هوائي لليوم الثالث على التوالي من برج الميزان، لكن بتمام الساعة 4 بعد الظهر توقيت بيروت بينتقل لبرج العقرب، وبتتحسن الأجواء لمواليد برج العقرب وأيضا لأبراج أخرى. فكيف رح بيكون هالنهار اللي تقريبا مقسوم إلى قسمين؟ خلونا نبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل بعد الظهر والمساء، يعني عند مغيب الشمس مفروض تكون أوضاع مولود برج الميزان مولود برج الحمل صارت أفضل. الأجواء عندك مولود برج الحمل رح تتحسن، رح بيصير الجو عم بيدعمك، الحظ رح بيصير لجانبك، لكن عند الساعة 4 مش قبل. من هلا الساعة 4 مع وجود القمر ببرج الميزان بعد المعاكسات موجودة، هيدي المعاكسات المشاكل هالقصص اللي ما كانت ظابطة تنين التلاتة بعدها موجودة اليوم، فعمل حساباتك ورتب وقتك. الأكثر تعبا 15-16 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. مولود برج الثور ما بيناسبك تأجل للمساء أو لليومين المقبلين إذا أمكن، خلص شغلك بكير قبل ما تغيب الشمس إذا أمكن، حتى لو اضطريت أنك تعجل شوي وتطلب مساعدة من حدا. الأجواء لا بأس بها، متعب هيدا النهار، مكركب شوي، عم تركض ركض، لكن إذا منظم الشغل شو هني بيمشي حالك، وساعتها بتروح على بيتك او انت ساعتها عشية المساء بتكون شوي مرتاح وما عند ما عتلين هم انه في امور صعبة ناطرتك في اليومين المقبلين. وبتبقى المواليد الاكثر حظا اليوم 3 4 و 5 ايار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. بعد الحظوظ عنده مولود برج الجوزاء، كل شيء والقمر موجود ببرج الميزان، انت اليوم نجمك قوي، حظك قوي، تحديدا حتى الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت، من بعدها صار عليك تدبر حالك وتشوف كيف بدك تمشي امورك، فنصيحة ما تتأخر، الوقت ثمين جدا، والأكثر توترا المساء رح بيكون مولود شهر أيار مايو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان طبعا بنسبك أكثر أنه يكون القمر ببرج ينسجم مع برجك، يعني قبل الظهر وبعد الظهر شوي الأوضاع بعدها مش ظابطة مع أخواتك، يمكن اختلفت معهم أو حدا قريب منك، لكن بعد الظهر عند مغيب الشمس مولود برج السرطان بلش الأمور عندك تصير أريح، بتصير مرتاح أكثر، ومش بس هيك بيطمن بالك على كل هالمشاكل من التنين لساعة 4 اليوم، كل هالمشاكل بتختفي وبيطمن بالك. الأكثر حظا المساء طبعا رح بتكون مواليد شهر حزيران يونيو و5 6 7 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد النهار عندك بعتبره إيجابي، ما بعتبر إنه في عندك مشاكل، ما بعتبر إنه الأمور مكركبة، ما بعتبر إنه في حدا رح يفهمك غلط، بالعكس تماما، كل هيدا النهار هو متابعة، هو بشكل متابعة لليومين السابقين، بعدك متقدم على غيرك، بعدك سابق غيرك، خاصة ساعات العمل، خلال ساعات العمل، تحديدا حتى الساعة 4 بعد الظهر. ما بعد الساعة 4 توقيت بيروت، الجو ببلش شوي مختلف وببلش يحس حاله مولود برج الأسد إنه شوي تعبان. تعبين يعني نفسيا، مش نفسيا جسديا. الاكثر حظا رح بتكون مواليد 14 15 و16 اب اغسطس. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء الجو جيد، الجو منه سلبي، الجو منه عاطل، بالعكس تماما، هنالك مسائل بدك تشتغل عليها، بدك تركز عليها، هالمسائل بتخصك لإلك، بتخص عائلتك، بتخص ولادك، بتخص شغلك، بتخص مكتبك او حتى منزلك بحد ذاته. الجو كل هيدا النهار الصبح الظهر بعد الظهر المساء كله ممتاز، حتى يمكن يصير في حركة مناسبة بعد مغيب الشمس. الأوفر حظا رح بتكون مواليد 5 6 و 7 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان بعدك أنت من الأبراج القوية المسيطرة على الأوضاع واللي بتقدر تتفاهم مع غيرها بطريقة ناجحة، وبتضلك أنت متفوق، لا خوف على مولود برج الميزان حتى ولو انتقل القمر المساء لبرج آخر. الجو ممتاز بيسمح لمولود برج الميزان يقلب الأمور ويقرر ويرفض يرجع يغير رأيه ويقول ما بدي مثلا، ما حدا بيقول لك شيء. الجو ممتاز، فيك تتوقع تقدم تطور ونقلة جيدة جدا. الأوفر حظا 6 7 و 8 أكتوبر. كمل مع برج العقرب.
مولو برج العقرب، بلحظة وصول القمر لبرجك الساعة 4 بعد الظهر توقيت بيروت بتتغير الظروف وبتقلب 180 درجة من ضدك لصالحك 100%. وبالتالي نصيحة، إذا بتقدر تأجل لوصول القمر لبرجك أو لليومين المقبلين بتعمل عين العقل. إذا مضطر ما فيك تعمل شيء، مضطر، وبالتالي بدك تشتغل على أساس أنه أنت ناجح، على أساس أنت حظك جيد، وضلك متفائل إذا أمكن. كون حذر جدا، مولود 23 24 25 و 26 أكتوبر، انتبه من السرعة من المجازفات. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لك مولود برج القوس، صحيح الشمس، نحن بهالفترة من السنة الشمس موجودة برج القوس، لكن القمر معقولة يخذلك. يعني القمر هو مثل الساعة، عقرب الساعة، نوعية الوقت بعد الساعة 4، بعد الساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت تدخل بمرحلة ضعيفة ما فيك تتكل عليها. سو بهيدا النهار أفضل فترة لإلك، أقوى حظا لإلك، هو من هلا لساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت فقط لا غير. بعدين بدك تروح شو بدك تعمل، تكتفي بأمور كثير 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 بسيطة. الأقل حظا رح بيكون مولود 20 و21 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي، في بعض الانفراجات المقبلة، لكن ما تتكل عليها، بدك تتكل على حالك، على شغلك، على نوعية أدائك. مش حيالله شغل مش كيف ما كان بيمشي الحال. هالفترة من الزمن حتى تقريبا 21 ديسمبر ما في شيء بيمشي إذا منه بيرفكت، وحتى لما بيكون بيرفكت ما رح تلاقي كل التقدير، وبالتالي بدك تشوف إنه في عندك مجهود كبير عم بتحطه. هيدا نهار بيطلب منك تحط مجهود كبير. في بعض الانفراجات بتتيسر الأمور شوي بعد الساعة 4 بعد الظهر توقيت بيروت، والأكثر حظا رح بتكون 4 و5 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. كل هيدا النهار بعتبره جيد، حتى ولو القمر وصل لبرج العقرب وصار توقيته يشير إلى مسؤوليات وأعباء، أنت بتقدر، لأنه كل هالفترة تقريبا حتى 21 ديسمبر فترة جيدة بالنسبة لبرج الدلو. فحتى لو عندك مشكل أو حتى لو عندك مسؤولية طارئة أنت أدى. الجو ممتاز خاصة من هلا للساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت، والأكثر حظا 2 3 و4 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت، الجو لا بأس به. أنت بتعرف أنه دايما شهر ديسمبر بيتعبك شوي، بيعجقك شوي، وكل أسبوع بيطلع لك شي يومين مزعجين وتقال. بقول لك إنه اليوم بعد الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت هنالك انفراج حلو، بترجع لك البسمة، الضحكة، بتنبسط وبتفرح، وإذا زعلان من حدا بيصالحوك. الأكثر حظا 3 4 و5 أدار مارس، بالإضافة لجميع مواليد شباط فبراير، هذا طبعا بعد الظهر والمساء. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة حلوة ناجحة، سنة بتتفوق فيها، خاصة إذا عندك علاقات اجتماعية أو شغلك بيحطك بضمن نشاطات اجتماعية أو مهنية. هيدي السنة كتير مهمة للعلاقات العامة، بتتقدم فيها وبتتفوق فيها. ديسمبر، أبريل، نيسان، وأيضا آب أغسطس هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات لنكون مع روى، واليوم رح تحكي عن موضوع كتير مهم، قديش التغيير ضروري أكيد بعاداتكم الصحية. بعد لحظات خليكن معنا.